الثمن ديال صور التعريف تزاد ابتداء من الاول ديال شهر 11 عوض 30 درهم غتولي 40. هذا القرار خداته الهيئه العليا لمهنيه التصوير في المغرب وتسبب فتح نقاش كبير وطرح مجموعه من الاسئله حول الاسباب والسند القانوني ديال هذه الزياده. رفع الاسعار شمل صور التعريف الاداريه والمدرسيه وديال البطاقه الوطنيه وديال الفيزا اللي ولات ب 40 درهم مقابل 8 ديال الصور، واذا زدتي معها صوره محمله على ذاكره رقميه غتخلص 50 درهم عوض 40 درهم. والصور من حجم 10 على 15 سنتيم ومن حجم 13 على 18 سنتيم تزادت ب 5 دراهم، والصور من حجم 15 على 21 تزادت ب 10 دراهم، والصور بقياسات 20 على 30 سنتيم و 30 على 40 سنتيم تزادوا ب 20 دراهم. الهيئه العليا لمهنيه التصوير بالمغرب اللي كتمثل الالاف من المهنيين ومهنيات التصوير قالت في بلاغ بلي سبب الزياده هو ارتفاع اسعار المواد الاوليه بحال الورق والالوان بحكم تراجع العديد من الشركات الكبرى على تزويدهم بها، وكذلك غلاء مستلزمات ومعدات التصوير الفوتوغرافي وآلات الطباعة وتكلفات صيانتها. والمبرر الآخر هو أنه خدمات محلات التصوير كتقدم حسبهم للمواطنين مرة كل 10 سنوات بالنسبة لبطاقة التعريف، و10 سنوات بالنسبة لرخصة السياقة، وكل 3 سنوات بالنسبة للدخول المدرسي، وكل 5 سنوات بالنسبة لجواز السفر. أيضا العضو ديال الهيئة في تصريح حصري للهسبريس قال باللي قطاع التصوير في المغرب في تدهور مستمر بسبب عزوف الناس على حصص التصوير الشخصي واقتصار الخدمات ديالهم فقط على صور الهوية، خاصة مع التطور التكنولوجي اللي كيحاصر المهنة، الشيء اللي خلاه يتوقع بلي اصلا هاد المحلات ديال التصوير غتنقرض في المستقبل، وبلي هاد الزيادة راها فحال شي زيادة تضامنية كما جاء على لسانه لإطالة امد حياتها. هاد التوضيحات ما قنعاتش حماة المستهلك في المغرب اللي اعتبروا الزيادة خارق واضح لمقتضيات القانون رقم 114 المتعلق بحرية الاسعار والمنافسة، حيث بما انه قطاع التصوير حر كل مهني عنده الحق يدير الثمن اللي بغى، وبلي الاتفاق على ثمن واحد ماشي قانوني ويقدر تكون عنده عواقب كتوصل حتى للحبس. بوعز الخراطي رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك قال بلي القطاع ما كيعتمدش على مواد مشمولة بالغلاء بحال المحروقات مثلا، وبلي مدة التهلكة ديال المعدات كتتراوح بين 3 و 5 سنوات، واعتبر الزيادة بمثابة ابتزاز للمواطن، في الوقت اللي أشار رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك بلي هاد المنظمات تقدر توصل بغرامات كبيرة كتوصل ل 4 المليون ديال الدرهم بسبب هذا الاتفاق على الزيادة بموجب المادة 6 من القانون 114 اللي كيمنع الأعمال المدبرة أو الاتفاقات كيف ما كان نوعها وشكلها وأيا كان سببها مني كتكون كتهدف العرقلة لتكويد الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. والعقوبة اللي كتسنى المخالفين حسب نفس القانون هي الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 10,000 درهم إلى 500,000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط. آخر زيادة الأثمنة صور التعريف كانت في 2018 من انتقلت من 20 درهم ل 30 درهم ودابا ب 40، الثمن اللي كتقول الهيئة أنه أصلا كان معمول به في شي بلايص وصل حتى ل 50 درهم في مناطق أخرى. وهذا مبرر آخر علاش لازم حسب الهيئة جعل الأثمنة في الوسط في حدود 40 درهم، علما أنها مدركة باللي هذا القرار ديال الرفع الموحد راه ماشي قانوني. ولكن الوضع المهني المعيشي ديال المصورين كان كافي بالنسبة لهم باش يتخذوا هذا القرار، فكيفاش غيكون رد الفعل ديال المواطنين على هذه الزياده؟ واش يمكن نعتبروا ان خدمات المصورين كتدخل في اطار الخدمات الحيويه باش نقولوا بلي اي زياده فيها راه كتهدد ميزانيه الاسره المغربيه؟